أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلتنا من الأخ حمد، يقول: ما هي الأصول الصحيحة في طلب العلم؟ الأصول الصحيحة في طلب العلم: أولا إخلاص النية لله عز وجل، ثانيا أن تختار المدرسين الأكفية الأتقية العلماء الذين تثق من علمهم وتطلب العلم على أيديهم. الأمر الثالث أن تعمل بما علمك الله، كل ما علمت شيئا من العلم النافع تعمل به، فإن ذلك مما يعينك على طلب العلم. تخلص النية، تختار المدرسين الصالحين العلماء، أن تعمل بما علمك الله سبحانه وتعالى. نعم.